وقف يبكي ينادي أدعن راسي أن تطيب مجالسي. هذا النعي للحسين كدعى أخاه أدعن راسي أن تطيب مجالسي. والجسم سليم وليس حريبا من أصيب بماله، لكن من وارى أخاه حريب. يا خويا موحش بيوتك علي والدهر بعدك يا عبيدي خاضبي. ما اقدر على طبة المنزل هالعشية وانظر يتامك بالكسية رياح الجار. شو وش هالعمل وش هالعمل اللي انا بتلقتني حزينه تلقتني حزينه تنطم على الهوى وتقول الحسن وينه.